مساء الخير. حلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي فيها أخبار جديدة عن الطلاب بالساعات الأخيرة. السيدة أميمة والدة دينا زارت الطلاب وقضت معهم وقت حلو، وأكيد كانوا بانتظار أطيب أكل من إيديها. وصلت. أنا من امبارح لليوم عرفت إنه بيفوزوا باوستان بمصر. أه أنت أربعة. أربعة؟ أنت كويس؟ الحمد لله. لما تاخذ وجهي أنا. بونجور. كيفك؟ موجود. عاملة إيه؟ كويسة؟ أنت فطرتي؟ قمت جريت. حالا هو الفطار جاي. شايفة اللبن بقى؟ عامل ايه؟ زي كويس؟ الحمد لله. الحمد لله حبيبي. بدري جيت لسه؟ لا لسه جاية. طب حضرتك حضرت انت الحاجة دي؟ حضرت لها. لا لا الحاجة لسه. هم اكيد لسه. زيك يا نيمة معانا؟ لا حبيبي. نيمة معانا؟ شايفك معانا. انا لسه. عندنا الملوخية الصغننة بتاعت مصر مش الطويلة بتاعتهم، يا رب يجيبوها لنا. انا قلت له هاتها لي اكياس لو ما فيش اللي احنا بنخرطها دي. لا مش عايزين تخليط، عايزين دي الناشفه. اكيد هيجيبوا لك ناشفه سرب بتاعت مصر. لا قال لي في اكياس. شو اكياس؟ في اكياس. اكياس ناشف بس بجهيه. بس والله بس كتير طيب يعني. هي زفه حلوه يعني. ما هو ده زي الملوخيه الناشفه. لو عارف كنت جبت من مصر. عشان انتوا كيف بتعملوها بمصر؟ كيف عشبه بنجيبها خضره كده ونقطفها ونخرطها. بتقصوها يعني؟ بتقعد قد ايه في الرياض؟ ساعة مفروض. يلا ساعة ساعة ونرجع لك. ماشي برضو؟ نسيم هتاكل ايه؟ فراخ مسلوقه ولا في الفرن؟ في الفرن؟ اه ماشي. ما ايه؟ ده الصلصه؟ ماشي. هي الصلصه هي ده. ما هتمشي؟ اه لا تمشي ايه؟ شوفي هيدي. انا واحده. لا صلصه بندور حر. دي صلصه اللي معاك. حر لا تصير. تغدي معانا مين؟ طب معانا؟ مش هلحق بقى. مش هلحق. 3:30. يا الله 3:30 هيجوا ياخدونا. انا بكرهكم. بكرهكم كلكم. لا خد يا نسيم. ده مين؟ دي دباديب بهايدي. دي لا دي بنت اخت دي المخده بتاعت شانتال بنت اختها، وده الدبدوب بتاع هايدي. وده سريري. دي حاجتي. ودي فانز مروان بعتها لي. شعرك رمال يلفي غار عليكي من نسمات حتى ما تتغلغل فيه. هنا بقى بتقفوا نعمل باي باي لما بتعملوا باي باي للناس. شوفوا منظر البحر وهنا في عربيات سباق. حلو قوي المنظر ده. عمرك طب ماما انا اجيب لك ده. لا
يلا بس ما حدش كل يا ماما بس روح كل ده. حد عايز ملوخيه؟ جبتهولك. لا خلاص تعالي كلي بقى معايا ملوخيه. انت عباس معاه ملوخيه معايا. يا بنتي انا بخصك بامك. انت هايبر 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 امك كويس برافو ماما يعني كانه انا وعلي قاعدين مع بعض. انا هايبر هايبر هو علي دايما فينا قلنا انه امي معايا في كل مكان بالشغل بره مع اصحابي 23 سنه بخرج مع اصحابي مع ماما دايما بخرج معايا ماما ما بسيبهاش لوحدها خالص كنت بروح مع الشغل واقعد استناها لحد ما تخلص خلقتونا لا 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 بتتكلم مع حد يا حبيبتي هاي كانت بتشوفني معاها هاي دي نفس الكلام وهاي نفس الكلام على فكره ماما وقت الزياره خلص تيجي كام؟ نورتي لبنان ونورتي الاكاديمية. هذا اللي معك تحت وسلامتكم. طب ماشي. تعطيني اياها. سلام. خلي بالكم من دي. اكيد 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 ما تخرجش عليها وكاني انا شفت امي. ماشي حبيبي. اسيب لك التيكت. اوكي. بريك أول بحلقتنا مشاهدينا وبنرجع من بعده للأخبار. منتابع يوميات الطلاب وبذكركم انه فيكم تعرفوا كل اخبارون عبر www.starakarabia.com. وسام ابي نادر وفريقه زاروا الطلاب بطريقه مفاجئه ليقدموا لهم حصه مميزه من الفنون الايطاليه. هذا هو الغد. سوري؟ لا مش كيفك؟ صباح انيس هاي بيقول له جورج انت تخبط يعني جورج من مصر نحن اصلا الماضي كمان كنا عم نعطي صفوف فنون ايطاليه مختلطه مارشال ارتس ميكس مارشال ارتس رح نبلش اول شيء نحمي حالنا بعدين هيك رح نشتغل بيزك ستاف رح تكون كثير هيك الموضوع لذيذ لانه رح تفشوا خلقكم هذا الطول رح يكون هيك عم تخبطوا تفشوا خلقكم ظهروا شوي ستريس تبعكم لانه انتم عايشين بستريس هلا 24/7 نكست سيشن رح تكون رح تلعبوا شويه فايتس مع بعضكم بس رح تكون اكيد فول بروتكشن بس رح نشوف هيك كيف رح تتعاطوا مع هذا الموضوع اوكي من بلش الحمايه جورج غانا ليد بلش الحمايه جو انا برا خذ نفس بس ما تشرب دغري ما تشرب ماي هلا يعني بس فوت شوي كارديو تبعك خذ نفس شوف رح نبلش نشتغل البيزكس اللي هن بنسميهم نحن ستريت بانشز اول تو بانشز اللي هن بيقدروا جيبوا مسافات اذا انا بدي اضرب واحد من بعيد بضرب بهود ستريت بانشز بنسميهم نحن يعني هن جاب وكروس رح نحكي اول شيء عن البوزيشن
البوزيشن تبعي دائما هاي الاجر قدام هي بتكون اذا بتكون مثل النشان تبعي بتعرف شو يعني هي بتعين 100% يعني انا الاوبوننت اذا كان نشان اذا كان خصم عم يتحرك ما في ضل هالاجر معيني هون اوكي سو والا بصير بدي سيب محلات غلط كل ما يتحرك خصم انا هي بتكون عم تلحقه هي بتكون عم تلحقه على النص الايد القريبه اسمها جاب بنسميها جاب يلي هي الايد الادمانيه دائما الايد الادمانيه اسمها جاب الجاب بتساعدني كثير اول شيء لما بتكون سريعه بتكون سريعه بعدين بتساعدني اعرف المسافات تبعي اذا انا عم بضرب مثلا راسه للهدف هون بضرب بعرف المسافه تبعي بعرف انه الكروس اللي هي الورانيه راح تصيب بعين بهيدي وهيديك بكون عم صيب الهدف تبعي بعطيني لبنت يا هيدي يا بس عملها اثنين فرجيني ضرب اثنين 100% بديك تسيبه بديك تفوت فيها بخسرتك جود جاب برافو يا 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 جو 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 جاب واحد اثنين اذا اعطيت اوكي جو جاب جو جاب جو جاب يلا امشي معي امشي 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 معي اوكي كوعي هون جاب هون كروس يلا طلع فيه جاب كروس تبرم اجري هاي بدها تصير هيك فرجيني اياها اوكي يلا جو 1 2 3 4 اذا بعيده خذ سب تكس حاطي با بس كنتين سرعين نايس اول شيء ان شاء الله تكونوا هيك انبسطتوا كثير بدنا نبلش بهرته شوي ستريس نحن ديزرت فورس بدنا نوقتكم شغله رايحين نحمسكم بالبرايم اذا قدرنا بركي نكست ويك جمعه جاي الجمعه بعد يلا كبس الا زمان مش شايفين تليفون جود جوب بريك تاني بحلقة الليلة ومنرجع للأخبار. منتابع أخبارنا وبذكركم بالمشاركة بمسابقة سي بي سي الأسبوعية لتربحوا سفرة على بيروت لمشاهدة البرايم ولقاء الطلاب. التفاصيل عبر www.cbc-eg.com. كمان الطلاب كانوا بانتظار السيدة إيمان والدة محمد عباس. وهل ممكن تقطع زيارتها من دون أكل طيب من إيديها؟ سريع بعد الساعه 6 ما جيتش يعني قلنا شكرا ابو سنت الاول اذنكم شي بيس الله يخليك خش يا بيس هلا كنا نحكي عليك كثير بالماضي بعيون نيولوجيا كثير نفس حتى هيدا الجاره هيك الجاره اللي هيك
سلام عليك. سلام عليك. الحمد لله على السلامة. حبيبتي. حلو حلو اليوم. حلو الشعور ها؟ تمام. عاملين ايه؟ يا طنط حرانة ليه؟ اه يلا يلا نقعد شوية. طنط النهاردة عملت لها ملوخية وفراخ. اه. امال انا هعمل ايه بقى؟ مكرونة؟ بشاميل؟ جبته؟ جبته؟ جابه؟ جابه؟ ايه اكيد. عشان المكرونة تبقى محتاجة شوية. طب ما ضابط. كده ولا كده؟ آخر بريك بحلقة الليلة مشاهدينا وبنرجع نحن وياكم، خليكن معنا. هادي شرارة ومثل عادته كل أسبوع زار الطلاب ليقوموا سوا بتقييم البرايم، ومثل العادة كانوا الطلاب ناطرين تعليقاته.
ايه عباس هدي دي في دي يا هلا هلا بمدير مدير شو؟ مدير الانتقاد مدير انك مدير التوزيع مدير انك شو الاخبار؟ مدير الانتقاد كله بلبنان مدير كل شيء مدير كل شيء جديد دينا برافو بيقفولة قلبك يقبرني قد ما غنيتي قد ما غنيتي بإحساس حلو حسيت إنه غنية لإلك مش مش للمطبة كثير حاسس فيها قلبك يقبرني صوت إحساس بريزانس بيرفورمانس كله يعني أبدعتي بالنسبة لي أنا يعني هذا كان ناقصك اللي هو هالكمية الإحساس حطيتيهم بمحلهم برافو صار فيك تفلي مستر أكاديمي وضميري مرتاحة غنيتي انه انا اليوم انا دينا عشنا وشفنا انا بالنسبه لي الاتيتود تبعك ما بتشبه الغنية بس بتشبه الطلب منك مخرج which is هو هذا الشخصيه اللي هي تمثيل اكثر برافو انت مسطل نود انا بالنسبه لي lack of attitude بقول لك شغله ما انك كثير مقنع مبين اكثر عم تمثل بس انه نوت باد للدور اللي طالبينه منك انه بالنهايه بدك تو هاف تو ديليفر بس مصر انك تعمل دوره بالجيش لتصير بطل مايع تقسى شوي واذا كبيت حالك على الجمهور كب حالك في باتيتود بس كب حالك هيك ماريونيت يلا هيدا الخوف اللي ما تركك بالعكس انا فكرت رح تتعودي مع الجو رح تصير لذيذه مع الوقت هيدي في شيء غريب هلا اعلق على هيديك البرفورمانس هيدي منا عاطله نوت باد حلوه الى حد ما يعني بس مش هيدي اللي انا بعرفها اللي كنا بنقول ذات شيء يعني انا عم بسمع شويه كومنتس من السيدز تبعك كنا بيقولوا انت ما بعرف صاير لك شيء ما بعرف شو هو صرنا بتامن بالتاسع برايم ها هيدي مش مزحه ما بعرف فت نومينيت انا تعجبت ما فوتوكي قبل ثلاثة برايم صار لك لهيك نازله نومينيت بالبرفورمانس تبعك نومينيشن ما انها كثير فظيعه مروان حلو يعني جود غنيت حلو اوفر احساس يعني زدت شوي ب كل وقت هيدي انا هيدي ما بحبها كثير يعني كنت بفضلها اقل بس لا اكون احكي ضمير انت غنيت حلو خففت عرب كان كل وقت حلو ولا غلطه الا لاخر الغنيه عملت غلطه قد راسك هالقد اوكي هيدي يعني انتبه غلطه شاطر بألف ألف غلطه انت كان فيك هيدي تمرر قبل الاخر رجع بقول لك العربي اللي مش عريض تجنبها برجع بقول لك بعدك عندك ذات الشيء اللي كلنا بنحسه انه برافو بريزانس على المسرح كثير حلوه بس المغنى منه بقوت البريزانس ذا سيم مابيل اللي مرقت قبل يعني يعني نشيز 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 كاتب وبعدين نشيز ريتم تفاريز يعني ريتم تبعك بتعرفي ضحك بالموضوع في مرات بتفلت ريتم وفي مرات بتزقفوا مع عالم بضيعوك بترجع تفوت على الايقاع فظيعه وهو المفروض يتزقف له يعني صراحه بكل بساطه هو عباس اليوم برافو عباس عن جد غنيه لذيذه واعطيتها جوها الحقيقي بدي اقوله بس بخصوص البدله تبعك جدا رائعه بس بدي اطلب منك شغله على طول بقول لك اياها رجعت ترجع لها هي قصه الريتم
عم تهرب من عم تضيع ريتم محلات كثير. بديك ترجع تركز على قصة الريتم. مغنيك كثير حلو زبط كثير عباس مغنى. العرب بمحلهم كله حلو بس ايقاع. يعني بالنسبة لي انت كثير تقدمت، يعني انا بالنسبة لي صرت شكل خطر على غيرك. في ناس يعني ما كنت شايفهم انا هلا صرت بتشكل خطر عليهم. برافو. زقفوا لي مع مرة كمان. ما تحكي انت زقفوا له دخولك بس عاطي الباقي كله حلو. برافو برافو ما تقول لي شيء خي عم اقول لك برافو شو بدك احلى من هيك شو بدك تقول بس خلص خلص ست قاعات مقصوص اول شيء واكومبانيومون جيتارات وكنت عم بعدهم براسي وعم تلنهم اخذ التوناليتي برا وفتت برا يعني هذا كل كنت خيفان منه بس ليه فايت معي بالانسانيه مبين فت برا بس عم اقول لك اول ان اول المغنى اجمل مغنيته لليوم انت مرتاح رائد شوي هول معلم يعني جد برافو عليك انا ما توقع بيطلع منك يا معلم برافو للشاطرين وتو باد يعني انت انا بالنسبه لي حلو غنيت حلو بس انيس نسيم بضل بدي منك شوف شيء جديد الجماعه انبسطنا باي شو جينا باي يلا من شو بدي انتبه هذا من العوامل الطبيعية شو من شو مثلا لأمرك أنا يا أستاذ شو بدك والله ما ارتحت اليوم غنيت حلو منيح اليوم ايه فظيح فظيح برافو عليك والله رديت الفعل على كلام هادي ولا مرة كانت عادية الطلاب يما فرحانين أو زعلانين من بعد تعليقاته أنا ما أنا زعلانة ما رح أزعل ما في شيء لا مش قصة هيك مش قصة لأنه أنا بعرف حالي وما رح أقول إنه واو غنيت واو لا ما غنيت واو بعترف بهالشيء بس إنه إذا أنا هالقد بقدر أنا عم جرب قد ما فيه وما بتعرف قد ما رنت للأغنية يمكن على خوف طلعت برة التون أو شيء بس أنا حاسة إنه خلص يعني إحنا كلنا خارجين يعني إحنا كلنا خارجين بس إنه أنا إنه خلص إنه صار وقته يعني معروف الشغلة خلص عادي أنا بشكر ربي وصلت لهون وتعلمت زعلت على هايدي يعني زلمة هايدي غنت كويس جدا انا ما حسيتش حتى بانه التين هو عم بيهزك كرمال تعمل انا قلت لها الكلام ده يعني عماله اقول لها هو بيهزك والله العظيم بيحركك يا هايدي انت غنيتي كويس في الاغنيتين بيهزها بس انا عارف انا ما غنيت كويس بالنسبه للاغنيه اللي قبل البرايم اللي فات ما غنيت منيح ما غنيت اللي قبله غنيتي احلى بكتير يعني مش عارفه احنا مجانين ولا التلفزيون المجنون ولا ايه انا مش عارفه مش اشتغل على نفسك قومي شو اشتغل على نفسك من بعد ما تشوفي فكري في قبالك فكري في فكري في قبالك انا اضعف واحده بيناتكم مش عارفك هلا ما تبقيش هبله بتعمل ما تقوليش انا اضعف واحده انا هبقى قويه بس قد ما كنت قويه ما رح تبقي قويه وهتبقي كويسة هتعملي حاجة وهفكرك يا مابيل بالكلام ده هتعملي حاجة أمي اعملي أي حاجة شغالة بتعرفي إنه كذت نفسي إني أنا عم ضلني قد ما فيي جرب أعمل شيء منيح بيجوا بيقولوا لك صفر ما غنيت منيح مغنى مش منيح صوتك أضعف صوت يعني هو مش شايفك مثلا بتعملي كده لا هو كان شايفك عاملة كده ومرة واحدة عملتي كده فهو عايزك تعملي تاني كده
اللي عملتيه قبل. هلا لازم تكون انت افهمي دي، ما تفهميش ان هو بيقول لك انك وحشه. هو مشكلته هو بيقارنك، المشكله كانت عندك انت مش عند هادي. انت وريتي له حاجه في الاول 3 4 برامج كده انك انت فاهمه من الاخر يعني داخله البرنامج تتسلي، لو انت حاجه اصلا واو فاهمه وداخله البرنامج تغني. انا بقول لك فعلا حقيقي هو شايفك كده. ليه بيشكرنا؟ لان احنا ابتدينا هو ليه مثلا بيشكرنا عشان خاطر مثلا مروان قال له بحاجه ومروان عملها نفذها، قال له مشكله عنده وحلها، قال لي مشكله حلتها. بس صدقني لا هو انت انت فاكره اول ابراهيم قال لك ما لكيش مشاكل، ثاني ابراهيم ما لكيش مشاكل، هو بيسمعك الله الله. بالنسبه له هو بالنسبه له هو انت قال له واحده، لان هو بالنسبه له مش مستني ان انت تغني كده، مستني ان انت واو تفهم قصدي. لكن انت بالمقارنه بتلعب الرنات اللي فاتت طبعا انت كويس، انت مقارنه باواخر الشتاء انت كنت مش موجوده في اخر الشتاء ودي في الاثنين. حلقتنا لليلة انتهت مشاهدينا، خليكن على تواصل مع الطلاب بالأكاديمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلها، وأنا بلاقيكم بكرة بحلقة جديدة. باي باي. عجبالي نسيك عجبالي شفتك اشنو جرالي تقاتل الوادي خبي في بلادي تقاتل الوادي خبي في بلادي.